حياكم الله. تجسدت مشاعر الوحدة والتلاحم في المجتمع الإيراني بشكل واضح خلال مراسم تشييع الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي ورفاقه، حيث تجمعت الحشود الضخمة من مختلف أطياف الشعب في مشهد يعكس التضامن والاتحاد لمواجهة التحديات والتأكيد على قيم الولاء والتضحية. الرئيس الشهيد زرع عملاً صادقاً بحكمة وباجتهاد، وروى زرعه تواضع القيادة النادر، فأنبت عنه حباً قل نظيره للعالم، جسد روح الوحدة الوطنية، حيث التف الشعب الإيراني حول قيادته في أوقات المحن، مجددين العهد على الوفاء والإخلاص للوطن. بحر هادر من البشر حملت أمواجه جثامين خدام الشعب الإيراني، في مقدمتهم جثمان الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى وزير الخارجية حسين أمير عبد الهيان، وإمام جمعة أذربيجان الشرقية السيد آل هاشم، وحاكم المحافظة مالك رحمتي، وباقي رفاقهم الأبرار الذين استشهدوا في حادث تحطم الطائرة في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران. رغم أنه لم يتم حتى الإعلان عن عدد المشاركين في تشييع الشهداء الأبرار في طهران، إلا أن مراسم التشييع الضخمة التي شهدتها العاصمة طهران اليوم أعادت للأذهان ذكرى تشييع الإمام الخميني قدس سره الشريف، والذي وصف بأنه أكبر تشييع جنازة في العالم، كما أعادت للأذهان ذكرى تشييع جنازة القائد الشهيد قاسم سليماني والقائد الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما الأبرار في العراق وإيران. عدد المشاركين في مراسم تشييع قادة الثورة ومسؤولي النظام في الجمهورية الإسلامية يؤكد مدى تمسك الشعب الإيراني بنظامه الجمهوري الإسلامي وثقته برموزه ورجال هذا النظام، وهو تمسك لم يتزعزع على مدى أكثر من 40 عاماً على الرغم من الحرب النفسية والضغوط التي تمارس من قبل الثنائي المشؤوم أميركا والكيان الصهيوني وأذنابهما في المنطقة وعملائهما. أرحب الآن بضيوفي في حصاد اليوم، الأستاذ الدكتور علي الجبوري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. حياك الله. حياكم الله. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالدكتور الأستاذ أحمد الميالي، الباحث في الشأن السياسي. حياك الله. حياكم الله. أهلا وسهلا. أبدأ معك دكتور علي، وأبدأ من التشييع للشهداء هذا اليوم. يعني منذ رحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وحتى رحيل الجنرال قاسم سليماني، واليوم شهيد رئيسي ورفقائه، يعني التشييع واحد بنهج ثابت بالتفاف جماهيري واضح حول القيادة. ما الرسائل الداخلية والخارجية للعالم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك سيدتي الكريمة وزميلنا الدكتور أحمد والمشاهدين الأفاضل. يعني بالتأكيد الحقيقة يعني الانطباع الأول اللي يتولد من خلال يعني نظرة على المشاهد الثلاثة اللي تحدثنا عنها واللي جاء بها التقرير، مشهد رحيل الإمام الخميني والقادة الشهداء جنرال سليماني والشهيد أبي مهدي المهندس والقادة والسيد رئيس الجمهورية ورفاقه في حادث المروحية المروع، حقيقة يعطي انطباع واحد لا يمكن لأي منصف أن يعني يتغافل عن، ألا وهو أن هنالك ارتباط وثيق بين القيادة وبين الجماهير، بين قيادة الجمهورية الإسلامية وبين الجماهير، وهذا أيضا يدل على أنه هنالك على سلامة المشروع
وعلى تلاحم المواطنين فيما بينهم في عملية تعضيد الدور النظام السياسي وإدارة الدولة في هذا المجال، بدليل أنه هذه المحن وال يعني النكبات الحقيقة اللي ليست اعتيادية على الإطلاق، يعني نتحدث عن استهداف لقادة الخط الأول بالنظام السياسي وبالجانب الأمني. طيب. مع ذلك هنالك ثبات على مبادئ الجمهورية الإسلامية، ثبات على النهج السياسي اللي اختطته الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال المعطيات اللي أفرزتها عملية التشييع. سؤال لحضرتك، ذكرت أن هنالك سلامة بالقيادة، طيب كيف استطاعت الجمهورية الإسلامية الحفاظ على هذه السلامة وعلى هذا الارتباط والثقة بين القيادة وبين الشعب؟ نعم، من خلال أولا من خلال يعني الصدق اللي تتضمنه المبادئ اللي أرسيت عليها أو أرسي عليها دعائم النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية، المستند على العقيدة الحقة ومبادئها وقيمها وما إلى ذلك، واللي حقيقة النظام السياسي من خلال مؤسساته الإعلامية والسياسية والدبلوماسية ويعني أثبت بما لا يدع أي مجال للشك بأنه ماض بهذا الاتجاه، أن يكون هنالك التزام بهذا المستوى سواء كان بالفكر أو بالممارسة، بالتأكيد مخرجاتها ستكون يعني في هذا يعني مخرجاتها تكون إيجابية كالتي نلاحظها بالرغم من قساوة يعني الأحداث التي واجهت الجمهورية الإسلامية. أستاذ أحمد، أجد ترحيب بحضرتك وأسمع وجهة نظرك حول التشييع، شن هي الرسائل التي بعثت داخليا أو خارجيا للعالم؟ شكرا جزيلا، حياك، حياة طيبة لكم المشاهدين دكتور علي. أيضا أكيد يعني هذا المشهد الأول هو مشهد التلاحم اللي أشار إلى دكتور علي بين القيادة والجمهور، وأيضا مشهد موقعية يعني الشهيد الرئيسي وأيضا الوزير الخارجية ورفاقة، هؤلاء هم من أعمدة النظام السياسي والأيديولوجي بصراحة في الجمهورية الإسلامية، وليس فقط يعني ضمن مؤسسة سياسية، لهم وزن مهم، وأعتقد خلال 3 سنوات أدوا ما أدوا من مفاوضات ومن اتفاقيات ومن مواقف مبدئية تعكس الجانب القيمي والمبدئي للثورة الإسلامية في إيران، وتعكس مصالح الشعب الإيراني، ولذلك شاهدنا هذا الانجرار وهذا التلاحم الشعبي مع هذه القيادة. نعم. حينما تكون القيادة صالحة وحينما تكون القيادة فاعلة فإن هناك حقيقة تكون هناك جمهور صالح وجمهور فاعل، وحينما لا تكون هناك فجوة أيضا بين الجمهور وبين القيادة، مخرجات العمل السياسي والعمل المجتمعي راح تكون مؤثرة وفاعلة، وبالنتيجة ما حصل من تشييع، ما حصل من تأثر برحيل الشهداء إلى حقيقة رسائل مهمة داخلية وخارجية، وهذه الرسائل تعبر عن ثبات وقدرة النظام السياسي الإيراني. نعم. وأيضا محورية دور الشعب في هذا الثبات وهذا الاستقرار. لكن القيادة والشعب تعرضوا للكثير من الضغوط في يعني أكثر من 40 عام، ربما كل العالم يحارب الجمهورية الإسلامية منذ بداية الثورة الإسلامية. سؤالي لحضرتك، كيف استطاعت إيران المحافظة على عدم وجود فجوات بين القيادة والشعب؟ لأنه إيران دولة مؤسسات، إيران لا تراهن على الأشخاص فقط بل تراهن على المشروع. نعم. والمشروع هو مشروع الثورة الإسلامية. طيب. ولذلك إذا ما تابعنا الأحداث اللي حصلت مثلا عام 81 حينما مثلا استشهد 70 شخصية في حزيران 81 ومنهم الشهيد مطهري وبهجري، كان من الممكن أن يكون هناك تأثير على النظام الفتي في في الجمهورية، لكن اللي حصل أنه استمر. بعد شهرين تم اغتيال رئيس الجمهورية محمد علي رجائي في آب، وكانت خيانة أيضا رئيس الوزراء في وقتها بفوق السابق، خيانة بني صدر وخروجه. بالنتيجة هذه الأحداث كان ممكن يكون اهتزاز، وهناك حرب لإيران مع النظام السابق في العراق. نعم. لكن مع ذلك استمرت إيران في البقاء والتواصل من خلال المبادئ الحاكمة
الجمهورية اللي هي من مبدئية الثورة الإسلامية من جهة، وأيضا نوعية القيادة، أنه القيادة حينما نفقد عنصر من عناصر القيادة مثل ما صار مثل الشهيد سليماني أو الآن مثل الشهيد الرئيسي، نجد بأن هناك والقيادة ولادة، قيادة موجودة لأن هي تؤمن بالمشروع قبل أن تؤمن بالأشخاص. ذكرت نقطة جدا مهمة، أعمدة النظام السياسي والأيديولوجي في إيران، ماذا بعد رحيلها؟ أنا قلت يعني في تصريح سابق بأن إيران لن تتأثر على المستوى القرارات الاستراتيجية لرحيل السيد الرئيسي وعبد الأمير اللهيان، لكن سيكون المشهد مؤثر على مستوى البديل، يعني على مستوى البديل قد لا يكون ملء هذين المكانين في الوقت الحاضر بالمستوى المطلوب الذي أداه كل من الطرفين، لكن طالما أن قلنا أن إيران دولة مؤسسات من الممكن أن تحافظ على هذه الخطوط، لا. لأن القرارات الاستراتيجية اتخذها المرشد طيب بالأخير. دكتور علي باقري كني هو من حل وزيرا للخارجية الإيرانية، وهو ابن مراحل سياسية متعددة، له أقرباء، والده رحمة الله عليه كان أيضا سياسيا بارزا ومعروفا ومن القيادات الإيرانية، هل سيلعب دورا محوريا كما لعبه المرحوم السيد عبد الله يار؟ يعني مثل ما تعرفين حضرتك ومثل ما أشار الدكتور أحمد، عملية التماثل في الشخصيات ويعني سلوكهم وأدائهم السياسي، خصوصا نحن نتحدث عن يعني مميزات شخصية قد لا تكون موجودة بذات الشخصين أو ربما أو ما تتكرر على الإطلاق، لكنه نحن نتحدث عن النهج العام. سيد وزير الخارجية الذي تم تعيينه هو من نفس مدرسة السيد عبد الله هيان، اللي هي يعني تعتمد على ذات المبادئ التي أرسيت، وهو الرجل عمل مع السيد وزير الخارجية رحمه الله بشكل ربما في مراحل متعددة من مراحل تبوء المواقع القيادية سواء كان في وزارة الخارجية أو في أماكن أخرى، فبالتأكيد طالما هنالك يعني خطوط عامة يسير عليها النظام السياسي ومسيطر عليها من قبل إدارة الدولة وخصوصا من قبل المرشد، أنا أعتقد ستكون هنالك عملية تعويض لهذا المكان بشكل أو بآخر في هذا المجال، لكنه بالتأكيد خسارة كبيرة لشخصيات مهمة كالتي نتحدث عنها هذا اليوم. بالتأكيد يعني العزاء الأكبر هو أن يكون هنالك يعني ثبات على النهج الجمهورية الإسلامية وعلى ذات المبادئ التي أرسى دعائمها السيد الخميني ودستور جمهورية إيران لعام 1979. أنت تتحدث عن سياسة الجمهورية الثابتة وسياسة المرشد الأعلى حفظه الله، لكن سؤالي لحضرتك دكتور علي، حتى مع هذه السياسات الثابتة توجد سياسات فردية بسيطة وطفيفة لكل من يتسنم منصب وزارة الخارجية أو منصب وزير الخارجية، فسؤالي لحضرتك، هل اليوم هذه التأثيرات الطفيفة في السلوك في التصريحات ستؤثر بالمشهد السياسي المعقد في الشرق الأوسط؟ أبدا، يعني ما أعتقد يعني بشكل كالمتوقع بشكل صارخ يعني يكون هنالك عملية تغيير، أعتقد طالما الثوابت تسير عليها الجمهورية الإسلامية، الرجل الذي سيخلف السيد عبد الله يعني أنا أعتقد سيسير على ذات النهج الذي أرسيت دعائمه من قبل إدارة الدولة والنظام السياسي وبمعية أو بإشراف السيد المشرف حفظه الله المرشد عفوا حفظه الله، لكنه في نهاية المطاف تبقى العملية مثل ما أوضحنا قبل قليل، يعني المواهب الشخصية أو الملكات الشخصية اللي هي يتمتع بها الشهيد الراحل وزير الخارجية قد لا تتكرر، لكنه بنهاية المطاف أعتقد وجود شخصيات معدة لهذا الغرض سواء كان السيد وزير الخارجية الحالي الذي عين في 72 ساعة الماضية أو ربما أجيال أخرى يتم إعدادها، وهذه طبيعة النظم السياسية المستقرة، هي قادرة على عملية الإحلال والتغيير بأي وقت سواء كان عن صندوق الاقتراع أو عن طريق الأمور يعني الخارجة عن يعني عن الإرادة كالوفاة أو الشيخوخة أو الاستقالة وما إلى ذلك. نعم دكتور أحمد، من خلال التشريع كيف
قرأت العلاقات الإيرانية الإقليمية والدولية من خلال الحضور في هذا التشييع المهيب؟ نعم، يعني فضلاً عن التشييع نتحدث عن مجلس الأمن. كانت هناك وقفة حداد لمدة دقيقة في مجلس الأمن. نعم. وأيضاً شاهدنا الوفود الأجنبية والإسلامية والعربية، يعني الآن الوفود على مستوى دول كبرى ودول إقليمية مهمة، المملكة العربية السعودية، العراق، لبنان، سوريا، الهند، باكستان، دول عديدة حقيقة في مشهد أنا ما شايفه سابقاً، يعني غير مسبوق على مستوى المنطقة. يعني حصلت وفيات في تركيا، في العراق، حصلت يعني دول أخرى لم نشهد عزاء وتشييع كما حصل للشهيد رئيسي. ماذا يعكس هذا أستاذ أحمد؟ يعني موقعية إيران بصراحة، يعني ما نتحدث فقط عن نتحدث عن الأشخاص، نتحدث عن موقعية إيران. إيران دولة قائمة بحد ذاتها، هناك في المنطقة مشاريع دول بصراحة، لا نقول هناك يعني ضعف، ولكن هناك دول لا زالت في قيد البناء والنشوء، هي مشاريع. لكن إيران دولة راسخة لها عمق حضاري وتاريخي، ولها أيضا قوة اجتماعية وقوة عسكرية وقوة سياسية وقوة اقتصادية رغم الحصار، يعني من دام 2004 إلى الآن حصار اقتصادي، تحديات إقليمية دولية، لكن لا زالت إيران مؤثرة في صنع السياسة الإقليمية وحتى التأثير في السياسة الدولية. إذا ما ذهبنا الآن نقيس الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها وامتداداتها في أوروبا وعلى الولايات المتحدة، شوف إيران دخلت في هذا الموضوع في قضية الطائرات المسيرة والعلاقات مع روسيا. إذا ما نتحدث عن علاقاتها مع الصين وكيف أثرت في التقارب السعودي الإيراني من خلال التدخل الصيني، وأيضا قلبت الكثير من موازين القوى في المنطقة، وكيف واجهت قضية التطبيع وفككت هذه المنظومة. ومن جهة أخرى هناك ما يسمى محور المقاومة اللي هو فاعل وأحد أذرع إيران الأساسية في هذه الموقعية. طيب وهذه القوة، إذن إيران عفواً تمتلك قوة وقدرة موقعية على المستوى العسكري والسياسي داخلياً وخارجياً. هذا راح ينعكس على احترام هذه الدولة، لأن تفرض نفسها في الوجود وتفرض نفسها في أن يكون هناك دولة معترف بها وإلها تأثير ونفوذ. حضرتك تطرقت إلى نقطة بغاية الأهمية، قلت أن هنالك معطيات تجعل مكانة إيران السياسية والدولية قوية. أيضا هذه الحشود والتفافها حول الدولة والقيادة الحكيمة يعطي رسائل تحدثنا عنها في بداية الحلقة. سؤال حضرتك، لماذا يراهن الغرب من جديد على اختراق المجتمع الإيراني وهو اليوم واضح، يعني رسالته واضح أنه مجتمع عقائدي واضح مسلم ملتزم بالعادات والتقاليد؟ شوف حتى يعني هذا حصل حتى في العراق، يعني راهنوا كثيرا منذ عام 2003 إلى الآن، يعني قضية داعش وقضية الطائفية التقسيم، لعبوا هذه اللعبة إسرائيل والولايات المتحدة في إيران، حاولوا عام 2009 وحاولوا أيضا في قضايا 2022 وحراك يعني حراك النسوة اللي حصل، ولكن هذه لا تشكل نسبة في عملية التعاطي مع هذا الدفع الغربي الإسرائيلي، نسبة 1 أو 2%، ما تأثر، لأنه إذا قسنا إيران 100 أو أكثر من مليون مواطن، إذا ما تطلع لي احتجاجات أو مظاهرات ب 20,000 أو 30,000 أو 50,000، هذه ما تشكل نسبة 1% أو أقل اللي هم يتجاوبون مع هذه التدخلات الخارجية. أنا أعتقد أكو قناعة الآن أمريكية في عهد رئيس بايدن، وطبعا جربها ترامب، بأن لا يمكن حقيقة التعويل على عامل الانقسام الشعبي أو الجماهير في إدارة جو بايدن. بالتأكيد يعني هناك قناعة، والدليل أنه الآن جرت مفاوضات بشكل مباشر، يعني تم تكليف شخصية أمريكية بالتفاوض مع إيران أن يتم العمل بالعودة إلى خطة العمل المشتركة اللي هو تسمى الاتفاق النووي الإيراني أو 5+1. وأيضا هناك تهدئة حصلت، لكن تعرفين أحداث غزة هي اللي عادت مشهد الصدام. إذن دكتور علي، هل تتوقع أن تعود المياه إلى مجاريها فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني؟ في السياسة لا يمكن أن نستبعد أي خيار أو أي مشهد في هذا المجال، لأنه في نهاية المطاف هي عملية تقاطع مصالح، والدول الحية هي غالبا ما دائما تؤكد على المصالح في الجانب الأول في الجانب الأساسي وتنحي الاعتبارات الأخرى. بالتأكيد اليوم يعني مثل بسيط،
التقاطع الكبير اللي صار بين المملكة العربية السعودية ودول المنظومة الخليجية وبين الجمهورية الإسلامية. كان هناك تثقيف حتى وقت قريب أنه العدو الأول للعالم الإسلامي هو الجمهورية الإسلامية وليس إسرائيل. اليوم هنالك، لكن هذا كان بفضل الإدارة الإيرانية الحكيمة وتكتيكات وتخطيطات السيد المرحوم عبد اللهيان. نعم، وأنا كان له دور جدا بارز. نعم، في هذه النقطة. وهو هذا ما أريد أن أشير إليه. وبالتالي اليوم إذا وجدت الجمهورية الإسلامية بأنه مصلحة الجمهورية الإسلامية مصلحة الدولة ومستقبلها ومصالحها، مصالح الدول اللي منضوية تحت هذا المشروع تكمن في عملية فتح حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية بمعطيات يعني متفاهم عليها، أنا أعتقد سوف لا تتوانى على الإطلاق في الذهاب إليه، بدليل هي ذهبت إلى ذلك بالاتفاق اللي إشار إليه دكتور أحمد قبل قليل، اتفاق 5+1 مع المجتمع الدولي، وتم عملية التأسيس عليه، لكنه إدارة الرئيس ترامب هي التي ألغت هذا الاتفاق. لا زالت غزة ملتهبة حتى هذه اللحظة، يعني الشرق الأوسط على صفيح ساخن ممكن أن يتفجر في أي لحظة. نعم، وهذا تحدي كبير جدا الحقيقة. موضوعة الآن هو مو فقط معنية بها الجمهورية الإسلامية أو العراق، هو الموضوع الآن بدأ يأخذ مديات واسعة. إذا حضرتك متابعة الجمهور الكريم، كان هنالك يوم أمس أو أول أمس تطور كبير، أنه بدأ الدول الأوروبية بعملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يتحدث عن إسبانيا، عن النرويج، عن إيرلندا، وربما في قادم الأيام ربما فرنسا. وبالتالي الآن بدأت عملية التماسك للمجتمع الغربي، الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في دعم الكيان الصهيوني بدأت تتهاوى تحت مشاهد الحقيقة البطش يعني الجوانب اللا إنسانية اللي تنقلها وسائل الإعلام. كيف تقرأ مستقبل العلاقات الإيرانية مع الخليج، مع منطقة الخليج ودول الخليجية بعد رحيل السيد رئيسي؟ يعني اولا يعني حدثت انعطافة كبيرة في هذا المجال بين الجمهورية الإسلامية ودول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية مثل ما أشرت قبل قليل، وهذا مفاده انه ثبات الجمهورية الإسلامية على مبادئها، وايضا للدور المحوري اللي لعبته الجمهورية الإسلامية في القضايا الإقليمية بصورة كبيرة جدا، بحيث انها استطاعت ان تشكل رقما صعبا في هذا المجال. يعني لو نتحدث عن المقاومة بصورة عامة والمقاومة الفلسطينية على وجه التحديد، لا، نشوف أنه هذه المقاومة كان لها أن تصل إلى هذا المستوى الفعال اللي يواجه الجيش الصهيوني، وما لولا الدعم الجمهورية الإسلامية هي كانت جل يعني الأسلحة التي تواجه بها جيش الاحتلال وترسانته الأسلحة ترسانته التسليحية الأمريكية كان الحجارة والميديا. و الآن اختلف اليوم نتحدث عن صواريخ ويعني أسلحة متطورة وطائرات مسيرة، لذلك أنا أعتقد الآن دور الجمهورية الإسلامية بدأ يكون يعني يفرض احترامه على الجميع. دول الخليج العربي أيقنت بما لا يدع أي مجال للشك بأنه ضرورة عملية الحوار مع الجمهورية الإسلامية. نعم، لكي تحافظ أو تضمن مصالحها. طيب أستاذ أحمد، هل مثل العراق دورا محوريا في التشييع منذ لحظة فقدان الطائرة وحتى التشييع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ ماذا كان دور العراق؟ العراق تفاعل مع هذه الحادثة أولا منذ عمليات البحث. نعم، وجه السيد رئيس الوزراء بالمساعدة في عملية البحث عن حطام المروحية، وأبدأ يعني دولته استعداد كامل للتعاون في هذا الجانب، وحصل هناك تعاون في هذا المجال. النقطة الثانية قضية الحداد، العراق أعلن حداد يوم كامل يعني على أرواح الشهداء. والمرحلة الثالثة، الخطوة الثالثة، هو الوفود عالية المستوى بحضور السيد رئيس الوزراء، استقباله من قبل قائد الثورة الإسلامية أيضا مثل نقطة مهمة لصالح العراق. القائد الثورة لم يستقبل كل الوفود أو رؤساء الدول الموجودين، كان هناك يعني 5 أو 6 لقاءات مهمة، من ضمنها كان لقاء خاص لاستقبال التعازي من قبل دولة رئيس الوزراء، وأيضا الوفود الأخرى على المستوى القادة السياسيين وعلى مستوى أعضاء مجلس النواب وأيضا بعض الوزراء. ماذا تمثل هذه الحفاوة التي استقبل بها الإمام القائد السيد محمد الشاه السوداني؟ يعني أكيد أولا اهتمام إيران باستقرار العراق، واهتمام إيران
بدعم حكومة السيد السوداني باعتبار أنه الآن الحكومة لها مقبولية ولها وجود مهم يخدم الشعب العراقي. وأعتقد إيران يعني هناك يفهم خطأ بأن إيران لا تريد مصلحة العراق، وهذا مو صحيح. هذا الإعلام يعني الإعلام المضاد دائما ما يروج لذلك. إيران إذا استقر العراق هذا من مصلحتها. أكو مخاطر أو أكو تهديدات تأتي من إسرائيل أو من الولايات المتحدة في الأراضي العراقية، من حق إيران أنه تحافظ على أمنها القومي. أعتقد أكو قناعة إيرانية الآن مهمة أنه أمن العراق واستقراره هو من أمن إيران، وهذه في ذهن القيادة الإيرانية. دكتور علي، بصراحة لماذا يحاول البعض زرع التفرقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين العراق على مختلف الصعد؟ نعم، وأعتقد هذا مبعثه انه يعني الادراك بان التلاحم والتطابق والتكامل بين الجمهوريه الاسلاميه والعراق، ونتحدثنا عن الامكانات الاقتصاديه وسياسيه وعسكريه وبشريه، وخصوصا نتحدث بشكل اعمق هو فيما الجانب العقائدي، هذا كله خطر كبير جدا، وهو مؤشر لدى الدوائر يعني الأمريكية الصهيونية اللي هم يبحثون عن الأمور التي لا يمكن أن يطلع عليها. لماذا اخترت الخطر العقائدي كما أسميته؟ الخطر العقائدي مهم جدا. يعني احنا نتحدث على سبيل المثال التحدي اللي واجه العراق بدخول الجماعات الإرهابية داعش، من الذي قضى عليه؟ هل هو تسليح العراق و أو قوة الجيش العراقي؟ هي كانت بدايتها الأولى عملية النهوض وإعادة الأمل والمعنويات للجيش العراقي، كل القطاعات العسكرية، وبالفتوى الجهاد الكفائي اللي صدرت عن المرجعية الدينية كان وقعها لدى المواطنين كبير جدا، والتعامل معها التعاطي معها ألهم العزم وما إلى ذلك، وساهم إلى حد كبير في عملية وضع اللبنة الأولى في عملية تحرير الأراضي العراقية. وهذا هو الجانب العقائدي اللي هو اللي ما كان ممكن. ليش العقيدة الجعفرية تشكل تهديد للأمريكان للكيان الصهيوني؟ هم يعرفون يعون جيدا بأن الحقيقة، لأنه هي متسندة على الإسلام الحقيقي اللي هو يعني يأخذ تعاليمه من المصدر الأساسي اللي هو يعني كتاب الله وسنة الرسول الحق الحقيقية صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي أنا يعني هذا هو هذا مبعث هذا الخوف. الجانب الثاني هو أيضا دور المرجعيات الدينية وعملية التفاعل المواطنين معها بشكل إيجابي. لا يمكن أن يكون هنالك قيادة تستطيع أن تجيش المجتمع مثل المرجعيات الدينية، ومصداقها كان واضح بعملية الجهاد الكفائي اللي انطلقت بالعراق واللي ساهمت في عملية وأد أكبر مشروع كان يخطط للمنطقة لعملية الإطاحة بدول مهمة في العالم العربي والإسلامي. نعم دكتور أحمد، بصراحة تتوقع سيناريوهات صهيونية أو أمريكية لزعزعة أمن إيران؟ أنا أعتقد يعني إسرائيل والولايات المتحدة، وتحديدا أتحدث عن الكيان الصهيوني، تعتقد بأن أكبر تهديد وجودي لبقاء الكيان الصهيوني هو إيران. كلما استقرت إيران وأصبحت قوية وامتلكت قنبلة نووية وتطور سلاحها كلما شعرت بالتهديد، لأن الدولة نستطيع أن نقول الوحيدة التي لا ترفع فقط شعار تحرير فلسطين وفقط شعار الموت لإسرائيل هي إيران، بل هي تعمل على أرض واقع. ما حصل يوم 13/4 تحديدا أو 23/4 عفوا من استهداف 300 صاروخ لثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية نقطة تحول مهمة في الصراع الإسرائيلي. خلينا نتحدث الصراع الإسلامي الإسرائيلي اللي يقوده محور المقاومة في من قبل إيران. بالنتيجة إذا كانت هناك رهانات على أن يتم التفاهم مع إيران من خلال الاتفاق النووي وربط هذا الاتفاق بأمن إسرائيل، هذا كان مرفوض. وأنا أعتقد أهم الشروط التي رفضتها إيران في هذا الاتفاق هو لا يكون أمن إسرائيل جزء من هذا الاتفاق. لذلك أنا أعتقد يعني إيران قوية يعني ضعف لإسرائيل. نعم. اسمحوا لي ضيوف الكرام بالبقاء معي في الملف الثاني. الآن ننتقل إلى فقرة التغريدات
للإطلاع على التفاعل الكبير في منصة إكس منذ حادثة تحطم مروحية الرئيس الإيراني ومراسم التشييع. لنتابع. نفتح وإياكم ملفنا الثاني ونبدأ من الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعلنت قيادات ثلاث دول هي إيرلندا، إسبانيا والنرويج اعترافها بدولة فلسطين. قرار أربك قيادة الاحتلال التي من شدة انزعاجها راحت تنتقم من الشعب الفلسطيني والسلطة معا. فالاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مطروحا على أجندة الصهاينة. أرحب بضيوفي من جديد، الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، والدكتور أحمد الميال للبحث في الشأن السياسي، كما ينضم إلينا الأستاذ فراس ياغي المختص بالشأن الصهيوني والفلسطيني. حياك الله. مساء الخير للجميع. أهلا وسهلا. أبدأ معك من القيمة عمليا بمثل هكذا اعترافات من دول أوروبية بدولة فلسطين في مثل هذا التوقيت. سؤال إلي طبعا. تسمعني أستاذ فراس؟ أسمعك جيداً. نعم. هذا الاعتراف الذي حدث من قبل مجموعة من دول أوروبا الغربية، وأيضاً سوف يعقبه أيضاً اعترافات من دول أخرى من أوروبا الغربية، يؤكد من جديد على التداعيات التي أدت لها 7 أكتوبر تشرين أول، وكيف استطاعت طوفان الأقصى أن يفرض نفسه على مستوى العالم ككل، وأن يزلزل هذا الكيان الإسرائيلي ويكشف وجهه العنصري ووجهه المجرم أمام كل الرأي العام العالمي، لدرجة أن الكل الداخل الإسرائيلي تقريبا يتحدث عن وجود هزيمة سياسية واستراتيجية كبرى لإسرائيل على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليم، وليس فقط استعصاء في قطاع غزة واستنزاف على مختلف الجبهات المتعددة، إن كان في الشمال في جبهة الجنوب اللبناني، وإن كان في اليمن أو من العراق أو من غيرها من الجبهات المتعددة. وبالتالي نحن نلاحظ هذه التداعيات، وأولى هذه التداعيات الاعتراف في الأمم المتحدة، 143 دولة تعترف وتطالب بدولة فلسطين باعتراف كامل لها في داخل الأمم المتحدة وليس كدولة مراقب، وأيضا يأتي اعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بهذا الخصوص، وأعتقد غدا
سوف ندفع من سلوفينيا وبعض الدول الأخرى حول هذه المسألة. مسألة اعتراف الدول بدولة فلسطينية تأخذ منحنيين، المنحنى الأول أن الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال وأن هناك مقاومة للاحتلال وأن هذا الشعب يستحق أن يكون له استقلال وحرية وحق تقرير مصيره، وبالتالي طيب. عليه أن يكون سيدا في وطنه. والمسألة الثانية وهي مهمة في وجهة نظر أوروبا الغربية، حماية إسرائيل وإنقاذ إسرائيل من نفسها، لأنها إسرائيل ذاهبة إلى مفهوم الدولة الواحدة التي ستؤدي إلى مفهوم دولة جنوب أفريقيا السابقة، وبالتالي لا يستطيع المجتمع الدولي أن يتحمل ذلك، وسوف تنتهي كل إسرائيل من البحر إلى النهر وليس فقط في حدود الرابع من حزيران 67. أستاذ فراس، صفعة سياسية قوية لحكومة نتنياهو، يعني كيف سيستطيع أن يفيق من هذه الصفعة؟ لا، هو نتنياهو لن يفيق، لا هو ولا حكومته بهذا الخصوص. نتنياهو والموجودين في ائتلافه الحاكم وكل مجلس حربي لديهم مفهوم الاستعلاء ومفهوم الفوقية ولديهم مفهوم القوة ومزيد من القوة والإفراط بالقوة، وهذا ما يحدث في داخل قطاع غزة. ردة فعلهم على الاعترافات كانت بدعوة سموتريتش لمنع البنوك الإسرائيلية من التعامل مع البنوك الفلسطينية، بما يعني ذلك انهيار للمنظومة المالية الفلسطينية في مناطق السلطة الفلسطينية. ردة الفعل المطالبة بإقامة مستوطنة أمام كل دولة اعترفت بدولة فلسطين. ردة الفعل ذهاب بنغفير واقتحام باحات الأقصى والمطالبة باجتياح كل مدينة رفح بشكل كامل. ردة الفعل، هناك إجماع في داخل الكيان، هذا الإجماع يتحدث عن أن لا وجود لدولة فلسطينية، وهذا ما تحدث عنه جالنت في اجتماع حزب الليكود، وتم تسريب صوتي لجالنت وهو يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن لا هذه الحكومة ولا أي حكومة قادمة ستوافق على إقامة دولة فلسطينية. قيام دولة فلسطينية يعني انهيار للمشروع الصهيوني، هزيمة كاملة للمشروع الصهيوني، وبالتالي لا يمكن أن توافق عليها أي حكومة إسرائيلية دون أن يكون هناك فرض حقيقي من المجتمع الدولي بهذا الاتجاه، فهذا لن يكون، والولايات المتحدة الأمريكية تعلم ذلك. لذلك أمريكا تطرح إدارة الصراع وتطرح رؤية تعلم جيدا أنها لن تتحقق على أرض الواقع، ولكن هي تحاول أن تكسب الوقت وتحاول أن تفرض أمر واقع على الأرض يقبل به الفلسطيني والعربي، ولكن ثبت بعد 7 أكتوبر/1 أن الفلسطيني لن يقبل كما ما قبل منذ عام 1948 ولم يقبل منذ عام 1967 أيضا، الآن لن يقبل بأي رؤية غير قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة أو وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وضحت الفكرة. دكتور علي، اعترافات من دول أوروبية بدولة فلسطينية، إلى أي مدى سيؤسس ذلك ربما نهضة بالمجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين؟ يعني أولا هذا جاء نتيجة لتحرك الرأي العام في الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة، أكثر من ذلك حتى داخل الكيان الصهيوني نفسه. نعم. نتيجة لحالة يعني عدم يعني شلون نقول ما يكون هنالك التفات لموضوعة حقوق الإنسان، حريات الأساسية، عملية الاستهتار في استخدام الآلة العسكرية ضد المدنيين، ضد الصور تنقل عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، وسائل التواصل الاجتماعي، بدليل نشوف اليوم التحرك على المستوى الشعبي في كل دول العالم، جامعات الأمريكية في ألمانيا. نعم. وبالتالي هذه الدول اللي يشكل بها الرأي العام رقم مهم وصوت مسموع، وهذه الدول أيضا دول ديمقراطية، يعني تضع صندوق الاقتراع في أولى يعني قراراتها، وبالتالي لكن أنت تتحدث عن شعب، أن تتحدث عن شعوب، أنا أتحدث عن حكومات، إلى أي مدى أن تكون الحكومات منصتة وسامعة لهذه الأصوات؟ ما هو هذا الصوت الشعب أو الرأي العام المؤثر هو الذي حدا بهذه الدول، هي هذه الدول كانت منخرطة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد 7 أكتوبر. حضرتك نسترجع المواقف، هذه الدول ككلها أعربت عن استيائها ورفضها والوقوف مع الكيان الصهيوني في هذا المجال، لكن عندما طغت
حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف وبدأت في عملية استهداف كل فعاليات المجتمع والمدنيين وحتى الطواقم الصحفية والطبية وما إلى ذلك. الآن بدأت عمليات ردة الفعل السلبية في هذا المجال، الأمر اللي أدى إلى الضغط من قبل المجتمع في كل هذه الدول على حكوماتها من أجل أن يكون لها موقف في هذا المجال. لذلك إحنا نتوقع أن يكون هنالك كل ما زادت يعني الوقت ليس بصالح حكومة اليمين المتطرف، هو بصالح الشعب الفلسطيني، لأنه هنالك على الأبواب انقلاب في الرأي العام العالمي وفي يعني في هذا المجال على الحكومات. طيب، اللي مسانده للكيان الصهيوني. دكتور احمد، الدكتور علي اشار الى ان ليس هنالك مصلحه في الوقت لحكومه اليمين المتطرف الاسرائيلي، لكن سؤالي، لو غادر نتنياهو السلطه سيتعرض للكثير من المساءلات وربما المحاكمه بسبب سوء استخدام السلطه الصهيونيه، هل تتوقع ان من مصلحه نتنياهو البقاء او المغادره؟ يعني اكيد هو الان يستقتل على البقاء، لأن هناك ضغط داخلي إسرائيلي على نتنياهو بسبب فشل في الحرب، لم يحقق نصر محسوم، ولم يستطيع أن يحرر الأسرى، ولم يستطيع أن يضع حد سلمي لهذه الحرب. وإذا أردنا أن نتحدث، فقط أريد أن أعرج على موضوعة الاعتراف. أنا أعتقد هذا الاعتراف هو ناشئ من يعني صمود المقاومة الفلسطينية أولا، والقضية الثانية القناعة الغربية الأوروبية بأن هناك تزايد للانتهاكات الغير معقولة للكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين. ورغم أنت أشرتي إلى التفاتة مهمة وهي القيادة والنظام الأنظمة، أنا نعلم الأنظمة هي منقادة لإسرائيل ومنقادة للولايات المتحدة ومتخادمة، واليهود يسيطرون على اقتصاد العالم ولديهم لوبيات ضغط، ولكن الآن هناك ضغط باتجاه حل القضية الفلسطينية أو إنهاء الحرب على غزة من خلال التضييق على حكومة نتنياهو. طيب أستاذ فراس، هل ستستثمر الحكومة الفلسطينية هذا التقدم الدبلوماسي والسياسي من قبل دول أوروبية باعترافها بدولة فلسطين، أم أن الانقسام الفلسطيني سيذهب كل هذه الاعترافات بلا نتيجة؟ لا، هو هناك انهيارين، انهيار سياسي لإسرائيل وتحرك للسلطة الفلسطينية على مستوى المجتمع الدولي في الأمم المتحدة وفي علاقاتها مع الغرب، وهناك انهيار أيضا في المنظومة الأخلاقية والقيمية والإنسانية والعسكرية نتيجة لحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وصمود أسطوري للمقاومة الفلسطينية ودعم من جبهات المساندة، وبالتالي إسرائيل عالقة في أكثر من جبهة، إسرائيل عالقة في جبهة القتال في عدة جبهات، وهناك استعصاء ولا يوجد حلول لدى هذه الحكومة، وإسرائيل عالقة في أزمة على مستوى الرأي العام العالمي، لدرجة أن المستشار بني إشكنازي في داخل إسرائيل قال إسرائيل في العالم هي دولة متهمة بأنها مريضة بالجذام، هذا يعني أنها ستصبح دولة منبوذة على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. من يثبت إسرائيل حتى الآن هي الولايات المتحدة الأمريكية، المشكلة الأساسية هي في الموقف الأمريكي والدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، ولكن في حقيقة الأمر هناك استثمار لما يحدث في قطاع غزة على مستوى العالم نتيجة الانقلاب الهائل للرأي العام العالمي الغربي وفي أوروبا وفي أمريكا وبالذات، وهذا يلاحظ في الجامعات ويلاحظ في المنظمات المجتمع المدني ويلاحظ في الضغط على الحكومات بشكل كبير، وبالتالي هذه الحكومات منتخبة وبالتالي يجب أن تنصاع إلى رأي الشعب. صحيح أنه حتى الآن هناك في الولايات المتحدة الأمور مختلفة بعض الشيء نتيجة لطبيعة التواجد الإسرائيلي في الدولة العميقة الأمريكية، بحيث أن هناك لوبي يهودي قوي صهيوني قوي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل أصبحت أن أمريكا قد تستطيع أن تنقذ إسرائيل. إسرائيل تتعرض بشكل كبير إلى عزلة على صعيد المجتمع الدولي، إسرائيل ولكن أستاذ فراس هنالك دعم أمريكي حتى وقد يظهر غدا
قرار من محكمة العدل الدولية مطالبة بوقف الحرب. طيب ولكن هنالك دعم أمريكي أستاذ فراس حتى هذه اللحظة من قبل الحكومة ومن قبل المقاومة الفلسطينية. أتفق بأن الانقسام مشكلة ويجب أن ينتهي هذا الانقسام وأن يكون هناك إذا كنت تسمعني أستاذ فراس فلسطيني واحد. إذا كنت تسمعني يعني الدعم الأمريكي موجود حتى هذه اللحظة وسط انهيار سياسي صهيوني. إلى أين تريد أن تصل الولايات المتحدة؟ هل تريد أن تدخل حرب مفتوحة في المنطقة أو مع دول عالمية أخرى؟ يعني أم سينتهي الموقف الصهيوني وردة الفعل الصهيونية عند هذا الحد؟ يعني أريد أن أفهم هذه النقطة بالتحديد. لا، هي أمريكا لا تريد تصعيد في داخل المنطقة، وأمريكا تضغط باتجاه أن لا يكون تصعيد لا في جبهة الشمال ولا مع إيران ولا مع العراق ولا مع غيرها من الجبهات. على العكس من ذلك، تحاول أن تأتي بصفقة لتبادل الأسرى لكي تهدئ كافة الجبهات، لأن أمريكا غير معنية بالتصعيد في داخل الإقليم، لأن ذلك سيضر بكافة مصالحها. معضلة الولايات المتحدة الأمريكية أنها غير قادرة حقيقة على اتخاذ قرار بالضغط على إسرائيل، لذلك هي تحاول أن تقوم بضغوطات ناعمة إما عبر الداخل الإسرائيلي وإما عبر أوروبا الغربية وإما عبر المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، على الرغم مما نرى من حديث أمريكي ضد قرار المدعي العام الأمريكي، ولكن أنا أعتقد أن هناك إشارات داخلية لمدعي العام المحكمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ليكون هناك ضغط على هذه الحكومة. هل تستطيع الضغط على نتنياهو وحكومة نتنياهو؟ أنا أجيبك، لن تستطيع الضغط على هذه الحكومة ولن تستطيع أن توقف هذه الحكومة عن أي ممارسات في داخل قطاع غزة. شكرا جزيلا. وهذه الحكومة مستمرة في حربها، والرأي العام في إسرائيل 50% بلس مع استمرارية الحرب، لذلك المشهد الداخلي ومن يراهن على المشهد الداخلي بأنه سيوقف الحرب فرهانه خاسر. الرهان الوحيد هو على صمود المقاومة وعلى إحداث خسائر كبيرة في الجيش الإسرائيلي وعلى أن يكون هناك ضغط دولي وجبهات مساندة للمقاومة تفرض على إسرائيل التراجع عما شكرا وفضل. جزيلا أستاذ فراس ياغي المختص بالشأن الصهيوني والفلسطيني، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. شكر موصول لك دكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. شكرا جزيلا الدكتور أحمد الميالي الباحث في الشأن السياسي. شكرا جزيلاً, جزيلا على كل ما تفضلت به. إذا ننتقل وإياكم الآن إلى موجز بأهم الأنباء. الملايين في محافظة مشهد المقدسة تشيع جثامين الرئيس السيد إبراهيم رئيسي ورفقائه الشهداء إلى مثواهم الأخير. الإمام الخامنئي يؤكد لدى استقباله رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه أن خوض لبنان في قضايا فلسطين وغزة كان لها الإثر العميق. وزارة الخارجية الإيرانية بالوكالة باقر كيني خلال لقائه يؤكد لقيادات الفصائل الفلسطينية أن إيران ستواصل كل المساعي للدفاع عن الشعب الفلسطيني. واجتماع بين المسؤولين الإيرانيين وفصائل وأحزاب وحركات المقاومة يشدد على استمرار الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر. الرئيس السوري بشار الأسد يعزي الحكومة والشعب الإيراني ويعلن أنه سيزور طهران في أقرب فرصة. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.